ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، أي أنه إذا كان المنادى علما وصف بابن واتصلت به وكانت ابن مضافة إلى علم، لك في العلم المنادى هذا مستمر الضم على الأصل والفتح أو النصب، فتقول يا زيد بن عمرو، هذا هو الأصل، ولكن تقول يا زيد بن عمرو، قالوا يا قلت يا زيد بن عمرو الفتحة هنا إما أنك ركبت زيد مع ابن تركبها 15 فالفتحة بناء، وإما أنك أضفت زيد إلى عمر وأقحمت ابن بينهما والابن يصح أن يضاف إلى أبيه فالفتحة في زيد فتحة إعراب لأنه مضاف، وإما أنك أتبعت الدالة في زيد للنون في ابن لأن بينهما حاجزا غير حصين وهو الباء الساكنة فتسمى حركة إتباع، والله أنا أقول ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد اللتهم، فإن انتفت العالمية من الأول فحتى ما الضم من يا غلام بن زيد لو ليس علما أو من الثاني نحو يا زيد بن أخينا ليس لك الأول إلا الضم، فإن وجد فاصل بينهما تقول يا زيد الفاضل ابن عمرو ليس لك بزيد إلا الضم، فإن عرفت ابن بدلا أو عطف بيان أو منادى آخر أو منصوب بفعل تحت من الأول الضم، ومثل ابن ابنة ومثل ابن ابنة تقول يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم أو يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قولي ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد ابن والضم إن لم يليل ابن علما أو يليل ابن علم قد حتم، أقرأ وضم أو انصم يضطر الشاعر لتنوين ما هو بما على الضم له أن يلونه منصوبا أو يلونه مضموما، قال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، وكان ابن مالك يرجح الضم وهذا مأخوذ من تقديمه إياه، قال واضمم وانصب، قال عبدا حل في شعبا غريبا لؤما لا أبالك واضطرابا، عبدا حل في شعبا غريبا، أنا أقول وضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بيا أقرأ الأصل أن يا لا تجامع ال، أصل لا تجامع النداء، وسبق في أول كتاب قال وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جب تقول يا عباس ولا تقول يا العباس، ووقع ذلك في دورة الشعر عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له طرق عرفت له بيت العلا عدنان، عباس يا الملك هذا مضطر، فيلغو لا من اللذان فر إياكما أن تعقبان شر، هذا مضطر، أو كذلك محكي الجمل كما لو سميت ابنك الكريم خالد تقول يا الكريم خالد، أنا أقول لا مع الله ومحكي والله كذلك تقول يا الله أو يا الله أكثر بهمزة قضى أن تقول يا الله، وسمع يا الله بإثبات الألفين وسمع يا الله بإثبات الثاني، ما أنا أقول إلا مع الله ومحكي يرجو الإقرار والأكثر اللهم الأكثر في إداء الله سبحانه وتعالى تحذف الياء وتوضعها ميما مشددا بعده فتقول اللهم، وهي في القرآن كثيرة قل اللهم فاطر في القرآن وفي اللغة وفي السنة قل اللهم فاطر السماوات والأرض والشهادة والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي، وهو جمع بين يا بين العوض والمعوض عنه، قال إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، قال وما عليك أن تقول كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما أضد إلينا شيخنا مسلما فإننا من خيره لن نعدم يا اللهم ما جمع بين ياء وزاد ما أخرى، أنا قريب الأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قلب الله الطريق كرى إن النعام في القرآن أطرق كرى إن النعام في القرآن، هذا من العربي يضرب لمن يتكبر وغيره أقوى منه، كرى أصله كروان غير حقير، أطرق اسكت يا كروان إن النعام النعام قوي لو دعس عليه برجله لقتله، أبو أطلق كرى يعني يا ضعيف استحي واسكت غيره أقوى منك، مثل يضرب لمن يتكبر وغيره أقوى منه، أطلق كرى أصوى يا كروان رخمة بحذف حرفين،